أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الأكارم، كل عام وأنتم بخير. نستغلها فرصة أن نهنئكم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الشخصية العظيمة في التاريخ، شخصية كان لها التأثير الأقوى على مدى هذا التاريخ، لم يبني إمبراطورية ومجد مزيف، بل بصبره وتحمله أوصل رسالته كاملة غير كل أقرانه من الرسل. شخصية شهد لها الخصوم قبل الأصدقاء، أجمعت عليه القوى المعادية له في قريش ووصفوه بالصادق الأمين، اختلفوا على وضع الحجر الأسود، كل قبيلة تريد نيل الشرف فلجأوا له ليحكم بينهم. خرج خائفا من مكة ورجع فاتحا، لم يقطع شجرا ولم يقتل بشرا، أمن صاحب الكتاب وشدد على ذلك، خاطب ملوكهم بما يحبون بقوله عظيم الروم وعظيم كسرى. جاره يهودي وفي سوقه مسيحي، وبتعامله خلق توازن في التعايش. إنه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، من وجهت له الآن العديد من الإساءات ما بين أفلام ورسوم في ظل عدم استنكار واضح. ما الأسباب وراء هذه الاستفزازات لمشاعر المسلمين، وما الأهداف أيضا، ومن المستفيد من الصراع بين الغرب والمسلمين، وكيف ستستفيد الأطراف الدينية هذا الحدث لتنصب نفسها بالدفاع عنه؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيوف الأكارم بعد أن نذهب سويا لمتابعة هذا التقرير. ما تزال الساحة الإسلامية فارغة لجماعة التشدد والتطرف الإسلاموية للتعبير عن غضب الأمة تجاه كاركتير رسمه أحد المغمورين وأسأ فيه للنبي الأمة عليه الصلاة والسلام. وبين الفعل وردة الفعل، يجد المشاهد أن هناك تحريضا كبيرا يهدد السلم المجتمعي الداخلي للدول الإسلامية بتبادل الاتهامات بين جماعات اليمين المتشدد واليسارية الحزبية وبقية الدول، في ظل تصعيد يزداد يوما بعد آخر يطالب فيه المتشددون بإجراءات ويضغطون على الحكومات لاتخاذ مواقف. ومن خلال المتابعة يجد المحلل أن هذا المناخ المتوتر تحت يافطة التعبير عن الغضب هو البيئة الأكثر مناسبة لتجنيد الجماعات الإسلاموية منها القاعدة وداعش لدماء فتية جديدة وإعادة إنعاش تنشيط هذه الجماعات المتشددة وخلق الذرائع لها. قد لا يظهر هذا النشاط للجماعات على وسائل الإعلام بالشكل الذي يفضح ما يقومون به حاليا من حملة تحريض واسعة، لكن الحوثي يعد أحد الأمثلة الحية الظاهرة إعلاميا باستغلاله لهذا التضامن الموسمي مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام تحت يافطة لبيك يا رسول الله. فشوارع اليمن وساحاتها باتت كشوفات واسعة للتجنيد والتحريض لقتال من يسميهم أعداء الله ورسوله. وبالنظر جديا إلى موقف فرنسا، تظهر الدولة الرصينة أنها تخلق الذرائع لكل هذا الهرج والمرج بشكل استنكرته عدد من الحكومات العربية. فتصريحات ماكرون لم تكن موفقة، ويقول سياسيون أن حرية التعبير في الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست هي ذات الحرية في الحديث عن الهولوكوست الذي تعتبره هذه الدولة الأوروبية معاداة للسامية يعاقب المتحدث عنها بالحبس والسجن والترحيل. فرنسا كذلك الذي رفعت شعار حرية التعبير ما تزال تضيق الخناق يوما بعد آخر على مسألة الحجاب، في تطرف يحسب على اليسار المتشدد ومناهض لكل سياسات التعايش مع الأديان وخلق مناخ الوئام بين الفصائل المختلفة في فرنسا. فالمتابع يجد تباينا في أحكام حرية التعبير واستفزاز للمتشددين من المسلمين وترك مساحة واسعة لتنامي الأنشطة الإرهابية. وأمام هذا الاستفزاز الفرنسي للعامة، ما يزال موقف علماء المسلمين وبعض الحكومات غير واضح المعالم، بل أن هناك صمتا وإحجاما عن الحديث، مما يصب في ترك مساحة واسعة للمتشددين لتصدر المشهد. كما أن منظمة التعاون الإسلامي إلى ساعة كتابة التقرير لم تحرك أي ساكن ببيان يخمد نيران الكراهية والأحقاد وتفويت الفرصة على اليمين المتشدد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأكارم، أرحب بضيفي الكريمين الشيخ الدكتور أحمد التركي أحد علماء الأزهر، وأيضا الشيخ محمد شبيبة وكيل وزارة الأوقاف. أبدأ بالشيخ الدكتور أحمد التركي، أهلا ومرحبا بك. أهلا بك أخي الكريم، وكل عام وأنتم بخير والأمة العربية والإسلامية بألف خير. وأنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله.
إذن الإساءة للإسلام دكتور لم تكن وليدة هذه السنوات، ولم تكن وليدة الإشهار بمثل هذه الصحف والرسوم والأفلام. إذن كانت هناك استراتيجية كبيرة للإساءة إلى رمز الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام، كيف يمكننا أن نستعرض ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لابد أولا أن نعلم أنه لا توجد ما يسمى الإساءة إلى الإسلام، لكن الإساءة بتنسحب على المسلمين وعلى تدينهم. الإسلام كدين هو فوق أي إساءة، ولا يمكن لأي أحد أن ينال منه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام مقامه أعلى وأعظم من أي محاولات تشويه. ولو أن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتأثر بسبب أي محاولة من تلك المحاولات لتأثر مقامه صلى الله عليه وسلم حينما حاول المشركون هجاءه بكثير من القصائد. والصحابة رضوان الله عليهم لما يعني يرددوا هذا الهجاء، لم يصلنا هذا الهجاء لكن وصلنا مدح الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الحقيقة لابد أن نعترف أن هذه المحاولات هي محاولات سياسية مصبوغة بصبغات أخرى. من ناحية الذين يحاولون الإساءة إلى المسلمين في نبيهم أو في القرآن أو في السنة، هم يركبون موجة من أجل تكريه الشعوب الغربية في الإسلام، ومن ثم الانتصار في قضاياهم أو في أيديولوجياتهم. ومن ناحية أخرى عندنا في المجتمعات الإسلامية ابتلينا بجماعات متطرفة إرهابية لا دين لهم ولا خلاق، وهم لا يطبقون قول الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. إذن مثل هذه الجماعة دكتور، يعني الدكتور أنت تحدثت عن القصائد التي كانت تقوم بهجاء الرسول بذمه في تلك الفترة، وكانوا الصحابة لا يتعاطون مع مثل هذه القصائد، وبالتالي لم تصلنا تفاصيل مثل هذه القصائد. يعني برأيك هذه الاستراتيجية التي اتبعها الخلفاء يعني في تطنيش مثل هذه القصائد، مثل هذه الإساءة، هل هو فاعل الآن برغم وجود وسائل التواصل الاجتماعي؟ هناك وسائل كثيرة تصل إليها هذه الرسوم وهذه الإساءات. أعتقد أن هذه الرسوم لم تنل من الإسلام كما ذكرت، ولم تنل من رسول الله، لكنها نالت من المسلمين بسبب سوء تصرفهم وتعاطيهم مع هذه المحاولات. أنا أذكر لك مثالا بسيطا. نعم. عندما حاولت جريدة دنماركية في أواخر 2004-2005، وكنت وقتها مبعوثا لوزير الأوقاف المصري دكتور حنق زقزوق إلى الدنمارك، نعم، وتحدثت مع الدنماركيين صراحة بمضمون ما ذكره فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اليوم في احتفال المولد النبوي الشريف، بضرورة أن نعرف الحدود والحواجز الثقافية والفكرية للحضارات من أجل أن يحترم بعضنا بعضا، ومن أجل أن نعيش في سلام. وكما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كلمته، لا ينبغي أن يستعلي أحدنا على الآخر لا بالحرية ولا بإهانة الرموز. وبالتالي فهم الدنماركيون ذلك. شاهد الجريدة الدنماركية اسمها يولاندز بوستن، أنا أتحدى 1.5 مليار مسلم يعرف اسم الجريدة إيه، والعالم كله ما يعرفش اسم الجريدة. وماتت القضية. يعني أنت تقصد أن هذه مؤثرات يعني أو زوبعات تزول بزوال المؤثر، ليس لها مدى طويل برسوخ هذه السيرة النبوية وبرسوخ الإسلام. يعني دكتور دعني فقط أرحب بالشيخ محمد شبيبة، أهلا ومرحبا بك شيخ. نعم شيخ محمد هل تسمعني؟
نعم، أعود إليك دكتور. يعني أنت تحدثت أيضا عن الحدود الثقافية الفكرية الدينية عندما تحدثت أنت ومجموعة من الدنماركيين. إذا ماذا كانت التبريرات حتى يقومون بالسماح، إن لم يكونوا هم الأساس في هذا الموضوع، بالسماح لمن نشر مثل هذه الصور المسيئة في تلك الفترة واستفز مشاعر مسلمين حتى موجودين في الدنمارك؟ هو أصله في نظرية اسمها نظرية 20-80، معناها أن في 80% من المجتمعات الغربية، وده بينطبق أيضا حتى على المجتمعات الشرقية زي الصين والمجتمعات غير الإسلامية، يعني 80% أخي الكريم لا يعرفون عن الإسلام شيئا، أو يعرفون عن الإسلام بناء على الصورة المشوهة للميديا العالمية اللي بيسمعوها. أما 20% اللي هم بقى الأحزاب والكتاب والنخبة أو من لهم صالح في نشر واستفزاز المسلمين من أجل توظيف ردود الفعل الخاطئة، إن هو بيستفز المسلمين، وبالتالي إذا كان هناك ردود فعل غاضبة مشينة أو مسيئة فهو بيستغلها بعد ذلك في الدعاية ضد الإسلام. نعم. وهناك الإسلاموفوبيا في الغرب، وهو في خوف شديد من الإسلام في الغرب، خاصة أن في أعداد كبيرة من المسلمين في فرنسا تجاوزوا 5 مليون، في أعداد كبيرة في بريطانيا. فكون أن المسلمين بيزدادوا مع تناقص عدد السكان الأصليين، فده عامل حالة من الرعب والخوف عند بعض الأحزاب، بيعتبروا أن هذه محاولة أو هذه وسيلة من وسائل تحجيم الإسلام أو تحجيم المسلمين. نعم. فلابد أن نتعاطى مع القضية من هذا المنطلق، يعني من هذا المنطلق. نعم. طيب سأعود إليك شيخ محمد، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك. نعم، يعني كما تحدثت أنا والدكتور أحمد تركي يعني عن ذهابه للدنمارك والحديث معهم، وكثير من الشخصيات يعني متخوفة من الإسلام نظرا للصورة المشوهة. إذا التعامل بهذه الكيفية من قبل البعض أو استراتيجية السياسيين بالسماح للأفلام والرسوم المسيئة لشخص الرسول، من يقف وراء مثل هذه الاستراتيجية الممنهجة؟ السؤال الصوت أسمع الصوت لكن الكلمات غير واضحة. نعم الآن تسمعني؟ أسمع الصوت بس الكلمات غير واضحة. نعم أنا أتحدث عن يعني من له المصلحة في الإساءة لشخص النبي صلى الله عليه وسلم برغم وجود أعداد كبيرة كما تحدث الدكتور أحمد في تزايد الأعداد الكبيرة من المسلمين في تزايد في دول الغرب. الذين لهم توجه عقائدي ضد الإسلام ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء حدثنا الله عنهم وحدثنا الرسول عنهم صلى الله عليه وسلم، وهم يبغضونه في القديم وفي الحديث وعلى مر العصور، فهؤلاء لهم مشروعهم في الحديث أو الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام، محاربة النبي عليه الصلاة والسلام، محاربة دينه، محاربة أتباعه. لا يخلو مصلح في هذه الدنيا من أعداء، وخاصة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هناك أناس هم أعداء الإنسانية، هم أعداء القيم، هم أعداء الأخلاق، هم أعداء الحياة. نعم. هم أعداء الدين الحق، هم أعداء الخضوع لرب العالمين، متمردون على كل شيء، وبالتالي يواجهون هذه الدعوة وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة، فهم أصحاب هذا المشروع وهم المستهدفون. نعم. طيب يعني هذا المشروع الذي تتحدث أنت عنه بوجود مسلمين بهذه الأعداد، يعني كيف ترى إلى مستقبل أو وضع المسلمين في تلك الدول بكمية الاستفزاز هذا؟ ليس هذا هو الاستفزاز الأول، ولا هذا هو يعني التوجه العدائي الأول. عادوا كثيرا واستفزوا كثيرا، وما يزداد الإسلام إلا قوة، ولا يزداد الانتشارا،
ولا تزداد مكانة النبي عليه الصلاة والسلام نبينا محمد إلا اتساعا في قلوب الناس. الناس يقبلون على سيرة النبي ويريدون أن يعرفوا من هو هناك في الغرب ويريدون أن يعرفوا سيرته، فحينما يتعرفون عليه وعلى سيرته نعم. يحبونه ويدخلون في دينه، فهذه الإساءة هي تنقلب على الضد. هم يريدون إحراق صورة النبي عليه الصلاة والسلام وبالتالي إحراق دينه، ولكن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بدينه وتظهر النتائج عكسية. نعم. وليست هذه هي المرة الأولى. نعم دكتور أحمد، يعني هذه التصرفات التي نراها في ازدياد، يعني كل مرة تظهر إلى السطح مثل هذه التصرفات من قبل بعض الأشخاص، كيف ستزيد من فجوة الخلاف بين المسلمين وبين الغرب، وأتحدث هنا عن الشعوب؟ الحقيقة احنا عندنا مشكلة وهم عندهم مشكلة. هناك تطرف في مواجهة تطرف، وبيحمل بيدفع الفاتورة مليار ونصف من المسلمين. خلينا نعترف ان كتير من الجاليات اللي موجودة في الغرب فيها شباب عنيف يتبع ايديولوجيات فكرية متطرفة. نعم. وبالتالي هؤلاء يسيئون إلى الإسلام وبيقدموا صورة مشوهة. هذه الصورة بيستفيد منها متطرف الغرب في كون إن هو يتهم الإسلام ويتهم المسلمين المليار ونصف بهذا بالتطرف أو بالإرهاب أو بالعنف. وبالتالي نحن بين اتهام واتهام، ولا بد من محاصرة الجانبين بتفاهمات شعبية. فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر اليوم أعلن إن فيه منصة للتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام ستبدأ على الفور بكل لغات العالم. نعم، كيف ستكون هذا؟ الإخوة في الغرب عليهم أن يكونوا خير رسل للإسلام. نعم، كيف ستكون هذه الحملة التي تتحدث أنت عنها؟ الحملة بالتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام أعلنها فضيلة الإمام الأكبر اليوم. نعم. وطبعا التقرير اللي حضرتك قدمته ذكر الأخ المعلق أن فيه طبعا يعني حالة من الركود بالنسبة لعلماء الدين، هذا غير صحيح. نعم. الأزهر الشريف منذ في كل محاولة للإساءة إلى الإسلام بيصدر البينات وبيكون عنده إجراءات، والرئيس الفرنسي نفسه جاء لزيارة شيخ الأزهر. فضيلة نعم. الإمام الأكبر ذهب إلى فرنسا عدة مرات، وهناك حوار مستمر في هذا الإطار بعيدا عن السياسة، لكن عندما تدخل السياسة للأسف بتغلب المصالح. الشاهد أن هناك منصة ستبدأ فورا بالتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام بكل لغات العالم. نعم. مع الوضع في الاعتبار تأثيرها ومحاولة نشرها على السوشيال ميديا وأيضا الوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من سكان الأرض. نعم. أرجو من الإخوة في الغرب التفاعل مع هذه الجهود أو مثل هذه الجهود. الأمر الآخر يعني ينبغي على الإخوة العايشين في الغرب. نعم. إن هم يعني يكونوا أنموذجا صالحا لأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا هو الحل، وينبغي أن يكون الاحتجاج بكل تحضر وسلمية. نعم. يعني يمكن أن نحتج عن هذا، ولكن بأسلوب يتماشى مع مداخل الشعوب الإنسانية وليس نعم. ويتماشى أيضا مع قوانين مثل هذه الدول، ولا ننقل صورة يعني سيئة حتى تقوم هذه الأطراف باللعب عليها. أرحب بالصحفي إيهاب نافع. إيهاب أهلا ومرحبا بك. أهلا بك. أستاذ إيهاب، يعني الناس الذين لا يعرفون جوهر الإسلام، يعني وكثيرون يعني والكثيرون طبعا من ينتمي إلى الإسلام من الأطراف المتشددة نقلت صورة مسيئة عن الإسلام. بكل هذه المعطيات التي توجد على الأرض، كيف ترى إلى وضع المسلمين في تلك الأماكن، وكيف ترى إلى الحلول، خصوصا أننا نتحدث عن حملة للتعريف بالإسلام وبنبل نبيه؟ يعني بكل تأكيد العالم يحتاج إلى معرفة حقيقة الإسلام وحقيقة نبي الإسلام سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم ما أساء مسيء إلى الإسلام وما أساء مسيء إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم إلا عن جهل بقدره ومقامه الشريف. ولذلك يعني الدعوات التي أطلقت اليوم سواء لإطلاق منصة عالمية من الأزهر الشريف للتعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بمختلف لغات الأرض، كذلك الدعوة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر لاستصدار يعني تجريم عالمي يجرم أو قانون عالمي من المجتمع الدولي يجرم الإساءة للدين الإسلامي في لهجة هي مختلفة في وفي طرح مغاير عما كان يتم من قبل، كان دوما يردد نحن ندعو لقانون واحد لتجريم كافة الأديان، حين لم يستجب العالم إلى هذه اللهجة الآن على الصوت بوجود أو الدعوة لإيجاد قانون دولي وعالمي يجرم الإساءة للدين الإسلامي، وده إن دل فإنما يدل على غضبة شديدة من قبل المؤسسة الدينية الأبرز في العالم لقضية الإساءة للدين الإسلامي، وهي الرسالة. نعم أستاذ إيهاب، وللأسف يعني كيف ترى إلى يعني وضع قوانين مثل هذه في الدول الأوروبية بحرية التعبير طبعا وعدم المس بالمعتقدات وغيرها من القوانين التي تبدو في ظاهرها جميلة، ولكن تأتي إلى الإسلام وإلى عقائد الإسلام ويتم الانتهاك بها؟ يعني هي هناك لبس حقيقي في الغرب بين قضية حرية التعبير وقضية الإساءة للمقدسات الدينية سواء للمسلمين أو غير المسلمين، لكن الغرب يعني يسعى دوما للحفاظ على مصالحه، لو زأر المليار و500 مليون مسلم، لو زأرت الدول العربية والمسلمة وهي قادرة على تغيير القرار في دول الغربية كافة، لو زأروا جميعا بغضبة حقيقية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لاستطاعوا أن يخترقوا هذه الشعارات المطروحة لحماية حرية التعبير أو الثقافة الغربية أو التعامل الغربي مع القضية، واستطاعوا أن يفرضوا على الجميع أن يحترموا الدين الإسلامي ويحترموا نبي الإسلام وألا تتكرر أي إساءات أيا كان نوعها، خاصة ولو طرح ذلك بخطاب فيه نوع من التحضر والرقي ورفض العنف ورفض التطرف. وتم التوضيح للغرب أن وجود هذه القوانين تحمي الغرب نفسه من التطرف والإرهاب وتضع سياجا حضاريا للتواصل والتلاقي بين أتباع مختلف الأديان. نعم شيخ محمد شبيبة، يعني الأطراف التي تنسب نفسها للدين وتتحدث باسم الدين وخصوصا أنها سيطرت على أماكن كثير في الوطن العربي، هذه الأطراف الآن كيف ستستغل هذه الحملة التي تحاول الإساءة إلى الرسول الأعظم وإلى الإسلام، كيف ستستغل هذه الحملة لتظهر أنها بمظهر المدافع عنه؟ هو لا شك يا أخي العزيز أن الإساءة إلى النبي عليه الصلاة والسلام محل اتفاق من الإدانة والإنكار عند جميع، لا أقول المسلمين فقط، ولكن جميع الناس أصحاب الذوق السليم والفهم السليم والذين يريدون التعايش سيدينون التعرض للرموز واستهداف المقدسات، لا شك هذا أولا، الفعل سيكون منفوس عند الجميع. أما أنه سيحصل هناك شطب أو تصرفات سيئة أو ردة فعل غير منضبطة أو استغلال سيء، هذا لا شك، لا شك يحصل، لكن الذي تسبب في هذا هو الذي هو صاحب الفعل، هو الذي أساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أفسد هذه الحياة المطمئنة بالتعرض لمثل هذا الإنسان العظيم الكريم الذي يتربع على قلوب ملايين البشر. نحن إذا أردنا أن نعيش في وئام وفي سكينة لابد أن نقول لهذا الأهوج المتصرف تصرف أهوج، لا تتعرض للرموز، لا تتكلم في الشخصيات التي تحتل محل مقدس في قلوب الناس، جعل الناس أديانهم رموزهم، إياك أن تتصرف هذا التصرف، يعني ليس كل شيء لا يعني لا تقفله، هناك أمور لها سبب ولا بد أن تنتظر. والعجيب أن يأتي الكبار وبعض الساسة بل وبعض الرؤساء ولا يعون مثل هذا،
ولكن يعني خصوصا ان الامر زاد عن حد يا شيخ محمد. هذا انه مبتدع على الحياه. نعم. يعني زاد عن حده بالوصول الى نشر مثل هذه الصور عبر لوحات الاعلانات وايضا في ناطحات السحاب كما يقال وغيرها من الصحف، يعني هناك نعم. توجه مستمر يعني بهذه المحاوله. هناك اصرار على استثاره الناس. هناك اصرار على افساد التعايش، هناك اصرار على رده فعل حتى قد تكون عنيفه. اصرار من خلال نشر هؤلاء الرسوم، من خلال تبنيها بشكل رسمي، من خلال ان يقعد رئيس دوله يعني كبيره ومعتبره ليتكلم ان هذا في حدود الحريه وان هذا من حق الذي يرسم يعني الرسوم الوديه من حقه ان يفعل. فهذا عجيب وهذا تعنت واصرار ويفسد الحياه ولا يريد ان يكون الناس في وئام ويعيش الناس يعني كل واحد يحترم معتقد الاخر. يعني برايك يعني ماكرون شيخ محمد يعني بهذه الطريقه التي ظهر فيها مؤيد لمثل هذه الجماعات او هذه الاستفزازات، يعني ما الذي سيضيف له؟ يعني لا يمكن لرئيس دوله ان يتحدث يعني بدون تخطيط مسبق، إذن هناك فائدة ستعود عليه بتأييد مثل هذه الخطوة. هو أنا يعني الذي أراه أنه انطلق من منطلق عقدي متعصب منتن وبذلك عمية بصيرة، وإلا فهو غير مستفيد. ماذا سيستفيد من معاداة 1.5 مليار من المسلمين؟ ماذا سيستفيد من استهداف الرمز الأكبر في قلوب 1.5 مليار؟ لكن هذا التصرف يعني ظهر هو متطرف، ظهر ماكرون يعني مسيء، وبالتالي هذا السبب هو ما في قلبه وما في تصوره عن المسلمين. يعني هذا الفعل الذي أيده ناتج عن عقيدة للأسف عنصرية، عن عقيدة يعني لا تحترم الآخر، لا تحترم دين الآخر، لا تحترم رموز الآخر، ومن ذلك تصرف بدون أن ينظر حتى للمصلحة المادية البحتة. ليس له مصلحة إلا معاداة الإسلام ومعاداة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني عقيدته نطقت وسيطرت عليه وتكلمت وأيدت، هذه عقيدته يعني داخله، وإلا لو يعني يقيسها بمنطق السياسي على الأقل لما كان له مصلحة ولا لبلده مصلحة أن يستهدف. يعني حتى المسلمين في فرنسا اليوم لم يعودوا قلة، يعني كثرة بالملايين. لماذا لا يحترم يعني حق هؤلاء ومعتقد هؤلاء؟ لماذا؟ أليس هؤلاء مواطنون عنده؟ نعم. كيف يعني هب أنهم فقط مواطنين؟ يعني لهم حق ولا تستهدف رموزهم ولا يتكلم في نبيهم. نعم. دكتور سأضع الدكتور أيضا في الصورة. دكتور أحمد، يعني هذه الإساءة، أو قلت كما تحدثت أنت المحاولة، يعني في القوانين الدولية ألا ترى بأنها تدخل في دائرة الإجرام، خصوصا أنها تحرض على العنف يعني وتحرض على عدم الاستقرار والتعايش بين المواطنين؟ الحقيقة هو في إشكالية كبيرة في الدول الغربية حتى الآن، ولا يستطيعون أن يميزوا ما بين الحرية بمفهومها الليبرالي الغربي المطبق هنالك وبناء على نموذج المعرفة الغربي، وحدود كما ذكرت في مداخلة السابقة الحدود الثقافية والفكرية بالنسبة للديانات وبالنسبة للثقافات الأخرى. هم عندهم إشكالية في هذا الموضوع، إشكالية على المستوى القانوني وإشكالية على المستوى الفكري والثقافي. وعلشان كده بقول لحضرتك لابد من الحوار والمداخل الناعمة، لأن الدول دي في النهاية هي لا تقدس الأديان بقدر ما تقدس المصلحة، وعندما تعلم أن مصلحتها في أن هي تعرف حدود الثقافية والفكرية والدينية بالنسبة 1.5 مليار اللي هم مرتبطين معهم بمصالح، نعم، وخاصة في الشرق الأوسط في هنا في منطقتنا وغير ذلك في كثير من العالم، يبقى إذن المشكلة هتتحل. هم في النموذج المعرفي الغربي ما عندهمش مقدس، وزي ما بيعملوا رسوم مسيئة للرسول بيعملوا رسوم مسيئة للسيدة العذراء وأيضا لسيدنا عيسى.
إلا إذا كان ده مجرم بقى بالنسبة لليهودية أو بالنسبة للهولوكوست أو بالنسبة للقوانين عندهم. نعم. ومن هنا كانت مبادرة كما ذكر الأستاذ إيهاب، كانت مبادرة الشيخ الأزهر النهاردة في ضرورة إن المسلمين بيتحركوا على المستوى القانوني وأيضا على المستوى القوى الناعمة. نعم، على المستوى القانوني والذي يمكن الوصول إلى أعداد لا بأس بها، ولكن هناك أيضا لا تنسى أن هناك وسائل التواصل الاجتماعية، أصبحنا في فضاء واسع يمكن لأي إنسان أن ينقل نظرته بالطريقة التي يراها. برأيك ما هي الدعوة التي توجهها للشباب لاستخدام مثل هذه الوسائل، الاستخدام الأمثل لنقل نظرة يعني صحيحة عن الإسلام وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بقول للشباب وبقول لكل المسلمين، كونوا رحمة للعالمين كما كان رسول الله رحمة للعالمين، ولا تبدو في على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة عنيفة يرى البعض أنكم جحيم للعالمين. هذا بيسيء للإسلام أيضا وبيسيء للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الغرب لا يفرق ما بين الدين والتدين، ولا يفرق ما بين الرسول وأتباعه، ولا يفرق ما بين الإسلام والمسلمين، لكن إحنا بنفرق بين هذا وذاك. فكونوا هذه الصورة كما كان أسلافنا سابقا، كما خرج العربي من جزيرة العرب ومن اليمن، نعم، ومن مكة والمدينة ومصر إلى شرق آسيا وجنوب آسيا وبلاد الجرمن في إسبانيا، وانتشر الإسلام هنالك بذلك بهذه الصورة. ينبغي أن نعود مرة أخرى عودة حميدة إلى هذا النهج، نعم، وإلى هذا المنهج. لكن واحد يسب بأبشع السباب، واحد يستخدم العنف، واحد يذبح، واحد يدعو للقتل ويقول أنا أدافع عن رسول الله، أنت لا تدافع عن رسول الله، أنت تدافع عن تدين مشوه، نعم، في عقلك وفي نفسك. ونتمنى دكتور أن 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 أن, رسول الله أن يعي الناس مثل هذه الرسائل، وأن يعي بأنه قد يكون أداة تستخدم للأطراف المتشددة من الطرف الآخر نظرا لعصبيته الغير يعني الغير مبررة. إذن أشكرك جزيل الشكر الشيخ الدكتور أحمد تركي أحد علماء الأزهر، والشكر أيضا للشيخ محمد شبيبة وكيل وزارة الأوقاف، والصحفي الأستاذ إيهاب نافع، شكرا جزيلا لهم، والشكر أيضا لكم مشاهدينا الأكارم، كونوا بسلام، إلى اللقاء.